بل أيد وقال للسيد المشير اتفضلوا اقعد 3 مرات. وده معناه ايه؟ ان في نفسه رهبة وخوف لم يقف الامر عند هذا الحد. هل احد من السادة الحضور شاهد السيد المشير وهو يوقع على اقواله؟ لم يحدث. ما فيش حاجة اسمها حاجات تتم وراء الابواب. واقرر بحقيقة واقعة اثبتها في محضر الجلسة. ما هي دي حضرتك؟ فضلا عن ان القاضي تخلى عن ولايته القضائية وفقد صلاحيته حال كونه يوجه الحديث لأحد الشباب الملتزم في الجلسة من انه قال له اذا انت كنت طالب عندي في الجامعة حمنا عنك تحضر المحاضرة. يبقى ده مش قاضي، يبقى دكتور بيكلم تلاميذه وليس قاضيا يكلم متقاضين. ده جزء مختصر. واننا لمقاتلون من اجل الشهداء والدم. والاستاذ عبد العزيز الاستاذ الفاضل اللي نفخر انه بادر وتابعنا وقدم الطلبات لانني مصور من غالبيه هيئه الدفاع عن المدعين بالحق المدني بتقديم الطلب، ولذلك قدمت الطلب باسمي اليوم. المحكمه التي نظرت الطلب ارست مبدا ورسخت مبدا كنا نشتاق اليه ان يحدث في محاكمه مبارك، لان المحكمه كانت واسعه الصدر وافصحت لنا ان نثبت كافه طلباتنا، وقامت بالتاجيل لجلسه 22/10. كنا لا نتوقع ان المحكمه سوف تصرح بضم الاشرطه المسجل عليها الجلسات، حتى تطالع المحكمه سوء معاملة المحكمة للمدعين بالحق المدني. وكنا لا نعتقد أن المحكمة سوف تصرح بشهادة من المجلس الأعلى للقضاء يثبت فيها الجهات التي انتدب إليها المستشار أحمد فهم رفعت، حتى نعلم عما إذا كان عمل يوما من الأيام مستشارا للرئيس المخلوع من عدمه. كذلك المحكمة صرحت باستخراج شهادة رسمية وصورة رسمية كاملة من كافة محاضر الجلسات، حتى نثبت للمحكمة أننا كنا نقاوم مقاومة شديدة، حتى نثبت دفاعنا ودفوعنا، لا سيما واقعة التعدي على الزميل الذي تم الاعتداء عليه من الحرس الشخصي للمشير طنطاوي. المحكمة استمعت لنا على مدار ساعة كاملة، حتى أن أحد الدفاع الحاضرين معنا قال للمحكمة كم كنا نتمنى أن تكون هذه الدائرة هي التي تنظر قضية مقتل الثوار. وقلنا لهم أيضا أن هكذا يكون القضاء يفسح صدره للجميع وصولا للحقيقة. وقلنا للمحكمة أننا لا نبغي من النضال في قضية مبارك من إدانة مبارك أو حبيب العدلي أو نجليه، وإنما كيفما وضح قانون السلطة القضائية وقانون المحاماة أننا شركاء للسلطة القضائية لإنجاز العدالة ولتحقيق العدالة وللوصول للحقيقة. لا نبغي هدف معين في هذه المحاكمة إلا العدل والحق. وقلنا للمحكمة أيضا أن هذه المحاكمة هي واجهة حضارية لمصر بأكملها. العالم كله يشاهد محاكمة الرئيس، العالم كله يتابع هذه المحاكمة، لذا وجب أن يظهر القضاء المصري بمظهر مشرف أمام العالم بأكمله. امتنعنا ورفضنا وصرحنا أن يحاكم الرئيس المخلوع أمام القضاء العسكري أو أمام محكمة استثنائية، لا نعامله كيفما كان يتعامل معنا في الماضي
حينما كان رئيسا للدولة بإحالتنا للمحاكم الاستثنائية وبإحالتنا لمحاكم الطوارئ، ونحن نطالب بأن يحاكم أمام قاضيه الطبيعي وأن يمنح كافة حقوقه كمتهم إنجازا للعدالة ووصولا للحقيقة. شكراً.